السيدات والسادة، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية تأتيكم من قناة المكلا، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الوزراء يوجه باعتماد 2 مليار ريال بشكل عاجل لمواجهة أضرار كارثة السيول في تريم. قيادة انتقالي حضرموت تسير قافلة غذائية عاجلة لإغاثة متضرري مدينة تريم. وصول التوأم السيامي يوسف وياسين إلى الرياض. أهلا بكم. وجه رئيس الوزراء في حكومة المناصفة الدكتور معين عبد الملك وجه باعتماد 2 مليار ريال بشكل عاجل ومبدئي لمواجهة أضرار كارثة السيول في مديرية تريم وتعويض المتضررين وإصلاح البنى التحتية والممتلكات الخاصة في المدينة. التفاصيل في سياق التقرير التالي. زيارة ميدانية قام بها رئيس الوزراء في حكومة المناصفة معين عبد الملك إلى مديرية تريم لتفقد الأضرار التي خلفتها كارثة السيول التي اجتاحت مؤخرا عددا من مناطق المديرية خاصة منطقة عيديد، متعرفا على ما خلفته الكارثة من أضرار بشرية ومادية والعوامل التي ضاعفت من حجمها. وتحدث رئيس الوزراء إلى المواطنين المتضررين متعرفا منهم وفي الواقع على حجم الأضرار وتضلعهم من الحكومة والسلطة المحلية إلى القيام بدورها تجاه المتضررين واتخاذ حلول لمنع تكرار الكارثة. في طلعنا من الأخ الوكيل على الإجراءات الأولية فيما يتعلق بإيواء النازحين، كل الإجراءات التي تمت وغيرها من التفاصيل، عدد الضحايا، عدد البيوت، لكن كان مهم أن نطلع بشكل سريع مع مواطنينا وإخواننا وأبنائنا اللي في تريم على حجم الكارثة، وإن شاء الله تكون هذه البداية وسنناقش كثير من الأمور في أثناء هذه الزيارة. وأكد رئيس الوزراء أن المبلغ المرصود والمقدر بملياري ريال سيخصص بشكل عاجل لمعالجة الأضرار وتعويض المتضررين وإصلاح الخدمات والبنى التحتية المتضررة، منوها بأن الحكومة ستكون سندا للسلطة المحلية في كل الإجراءات بما في ذلك وضع الحلول والمعالجات الجذرية لتحسين البنية التحتية والالتزام بعدم البناء العشوائي وفي مجاري السيول. وعلى صعيد متصل، ترأس رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك اجتماع للسلطة المحلية والتنفيذية في وادي وصحراء حضرموت لمناقشة الأوضاع الخدمية والتموينية والأمنية. وتدارس الاجتماع آليات ضمان وصول التعويضات للمتضررين من كارثة السيول في مديرية تريم. ووجه رئيس الوزراء بالتركيز في المشاريع المستقبلية على التخطيط الحضري السليم والعمل على اعتماد معالجات آنية لمشاكل البناء العشوائي في مجاري السيول، مشددا على التسريع باعتماد تجنيد 3000 فرد لتعزيز القطاع الأمني بالوادي والصحراء ورفده بمزيد من التجهيزات. كما تناول الاجتماع المشاكل والصعوبات في عدد من المجالات. وفي الشأن نفسه، سير المجلس الانتقالي الجنوبي 200 سلة غذائية للمتضررين في مدينة تريم جراء السيول التي ضربت المدينة خلال الأيام الماضية. وجاء تسير القافلة الغذائية عبر قيادة المجلس الانتقالي بحضرموت بمساهمة بعض من رجال الأعمال في المحافظة. ويأتي هذا الدعم بعد المنحة التي وجه بها رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي لتخفيف من معاناة الأسر المتضررة من السيول جراء الأمطار الأخيرة التي شهدتها مديرية تريم. توجيهات كريمة من القائد عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الذي وجه هذه السلة بتوزيعها على شهداء أبناء حضرموت، وكذلك أيضا خصص جزء كبير لمتضرري السيول في مديرية تريم. هذه اللفتة الذي دائما ما كانت حاضرة لدى القيادات السياسية للمجلس الانتقالي في مثل هذه الأمور، وقد سبق أن وجه الرئيس بتخصيص 25 مليون ريال الذي سلمت لقيادة المجلس في تريم. طبعا هذه سلات غذائية للمتضررين من السيول وأسر الشهداء في مدينة تريم. وأنا سلات، طبعا هذه السلات مكونة من أرز ودقيق وزيت وطماطم وسكر وعدد من المكونات الغذائية، عدد كبير الحمد لله من السلات اللي تم تقديمها هذا اليوم للمتضررين من السيول. ندعو من الله أن يوفقنا ويسهل أمورنا حتى نقوم بنقلها هذا اليوم من مدينة المكلا إلى مدينة تريم.
إلى شأن آخر، حيث سجلت اللجنة الفنية لمكافحة وباء كورونا بمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت سجلت 5 حالات جديدة مؤكدة ومصابة بالفيروس. وأوضحت اللجنة في بيانها الأخير إلى أن الحالات التي تم تسجيلها توزعت على 2 منها في مديرية غير البوازير، و3 حالات أخرى في مديرية المكلا والديس الشرقية ودوعن، وتسجيل 3 حالات وفاة جديدة. أقام نادي شعب حضرموت حفل إفطاره السنوي الأول لضيوف وإدارة ولاعبي النادي ورابطة النادي أيضا. وخلال الحفل الذي حضره وزير التربية والتعليم طارق العكبري وعدد من الشخصيات الاجتماعية والرياضية، قدم رئيس نادي الشعب لمحة عامة عن منجزات النادي وأهم المشاركات الخارجية التي مثل فيها المحافظة. احتفت منطقة خاشيم بالريدة الشرقية بتخرج 16 حافظا لكتاب الله. وفي الحفل الذي نظم بمناسبة تخرج الحافظين لكتاب الله، أكد القائمون على حلقات التحفيظ أن الحفل سيستمر سنويا بهدف تشجيع الطلاب في مجال الالتحاق بحلقات تحفيظ القرآن الكريم وتجويده، مشيرين إلى فضائل القرآن وأهميته في نفوس الحافظين له. وفي نهاية الحفل تم تكريم الخريجين نظير جهودهم تجاه حفظ كتاب الله وتجويده. عسكريا، استهدفت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران منازل المواطنين في بلدة المشاريح حجر الضالع بقذائف الهاون ومختلف العيارات بشكل عشوائي. وأكدت مصادر عسكرية استمرار الميليشيات الحوثية في شن عمليات قصف مكثفة بمقذوفات الهاون ومختلف العيارات النارية ملحقة بأضرار كبيرة بممتلكات المواطنين. ويأتي قصف ميليشيا الحوثي للأحياء السكنية بعد تكبدها خسائر ميدانية على يد وحدات القوات الجنوبية والمشتركة المرابطة في جبهة الضالع. وفي آخر أخبار نشرتنا لهذا اليوم، وصل إلى العاصمة السعودية الرياض التوأم السيامي يوسف وياسين قادما من مدينة المكلا عبر مطار الريان الدولي، حيث تم إخلاء الطفلين عبر طائرة إخلاء طبي برفقة والديهما، وتم نقلهما مباشرة عقب الوصول إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وقبل الختام مشاهدينا، نترككم مع أجواء الطقس وأسعار العملات في حضرموت. ختام النشرة هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. رئيس الوزراء يوجه باعتماد 2 مليار ريال بشكل عاجل لمواجهة أضرار كارثة السيول في تريم. قيادة انتقالي حضرموت تسير قافلة غذائية عاجلة لإغاثة متضرري مدينة تريم. وصول التوأم السيامي يوسف وياسين إلى الرياض. مشاهدينا الأعزاء، وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا لهذا اليوم. لمشاهدة نشراتنا الإخبارية يرجى زيارة صفحات القناة على مواقع التواصل الاجتماعي المكلا تيفي. هذا باسل بامعس يحييكم حتى الملتقى، دمتم في حفظ الله ورعايته.